دايما من الحاجات اللي بتشغل المواطنين بشكل كبير، لان في قطاع كبير جدا من الناس مدخنين، وبالتالي الموضوع بيأثر عليهم بشكل مباشر. طب ايه اللي حصل بعد تطبيق ضريبة جديدة على السجاير بتقدر ب40 قرش هتروح للتأمين الصحي؟ ده اللي هنعرفه في التقرير بتاعنا، تابعونا. ابراهيم امبابي رئيس الشعبة العامة للدخان والسجاير باتحاد الصناعات المصرية اكد انهم لازم يفكروا بره الصندوق في وقت الازمات، وطالب كمان محافظ البنك المركزي بانه يساعدهم، خصوصا ان الناتج القومي بيقاس بالتصنيع. وقال كمان ان المصانع بتاعتهم بتقفل والعمال بتمشي وما عندهمش اي خامات للمواد المستوردة، لان في تجريم اصلا لزراعة التبغ والمعسل في مصر، وبالتالي بتقل نسبة تصنيع السجاير والمعسل. وكمل ابراهيم امبابي كلامه وقال في تصريحات صحفية ان في نوعين للضريبة على السجاير. الضريبة الأولى وهي الضريبة الثابتة، ودي بنسبة 50% لسعر بيع علبة السجاير. أما بالنسبة للضريبة الثانية فهي متغيرة حسب الفئة السعرية للسجائر، ودي متقسمة لثلاث مستويات، وهم الأولى 4 جنيهات، والتانية 6.5 جنيهات، والتالتة 7 جنيهات. كشف إمبابي رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية كمان عن تفاصيل قرار تخصيص 40 قرش من قيمة الضرائب المفروضة على السجائر لصالح التأمين الصحي، وقال إن التأمين الصحي طالب من وزارة المالية بتخصيص أموال، وعشان كده تم تخصيص أو استقطاع 40 قرش من قيمة الضرائب المفروضة على السجاير لصالح التأمين الصحي بدون أي زيادة جديدة لأسعار السجاير حالياً. وطبعا أسعار كل السلع بتزيد بسبب زيادة الدولار قصاد الجنيه في الفترة اللي فاتت، وبالتالي ده بيخلي كل الأسعار تتغير كل فترة. ولازم نبقى عارفين برضو إن السجاير من السلع اللي بيستهلكها كتير من الناس بشكل كبير جدا. ووفقا لآخر إحصائية اتعملت في 2020، في 18 مليون مستهلك للسجاير في مصر، واللي بالتأكيد زادوا جدا دلوقتي، واللي أكد إمبابي إنهم بقوا حوالي 40 مليون مستهلك. ووفقا للدراسة دي إن في مستهلك على الأقل في أكتر من 42% من الأسر المصرية، ومصر كمان بتيجي من ضمن الدول العشرة الأوائل اللي بينتشر فيها الظاهرة دي بشكل كبير. مصر كمان بتستهلك أكتر من 80 مليار سيجارة كل سنة، يعني حوالي 4 مليار علبة سجاير، بالإضافة كمان للمعسل اللي بيتم استهلاك 50,000 طن منه سنويا. وفي مارس اللي فات أعلنت الشركة الشرقية للدخان أكبر منتج للسجاير في مصر عن زيادة في أسعار السجاير الكليوباترا والبوكس والسوبر بقيمة جنيه واحد، وبعدها قامت شركة فيليب موريس بزيادة السعر 1 جنيه لسجاير ميريت و2 جنيه لسجاير المارلي بولو، وبعدها قررت في مايو اللي فات زيادة سجاير ال LM اللي بتستحوذ على 70% من سوق السجاير الأجنبية في مصر بقيمة 1 جنيه. وبرضو في 20 مارس اللي فات قررت شركة بريتش أمريكان توباكو زيادة أسعار السجاير بقيمة تتراوح ما بين 1 جنيه و3 جنيه لبعض الأصناف. وبرضو في 20 مارس اللي فات قررت شركة بريتش أمريكان توباكو زيادة أسعار السجاير بقيمة تتراوح ما بين 1 جنيه و3 جنيهات لبعض الأصناف. وقامت الشركة بزيادة سجاير دانهيل عشان يبقى سعرها 49 جنيه، وسعر سجاير كنت 44 جنيه، وسعر سجاير رويالز بقى 21 جنيه، وكمان غلي سعر سجاير دانهيل ماستر بليند ل 41 جنيه. فهل هنشوف زيادة في أسعار السجاير الفترة اللي جاية علشان يواجهوا الخسائر اللي بيعاني منها القطاع ده؟ ده اللي هنعرفه في الأيام اللي جاية.